حاجة تانية وعداد مصر. النهارده معانا مشروع تنمية الثروة السمكية في قناة السويس، وده بيتقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هتكون 1900 فدان، ودي لزراعة 1029 حوض استزراع سمكي. المرحلة الثانية هتكون 2900 فدان، ودي بصدد حوالي 1600 حوض استزراع سمكي. والمرحلة الثالثة هتكون 2700 فدان لإنشاء 1400 حوض للاستزراع السمكي. بنتكلم عن مشروعات مصر، بنقول دايما عداد مصر، بنذكر بين الناس ان في مشروعات عملاقه شغاله ممكن احنا مش حاسين بيها، احنا بنفتتح المشروع وننساه. فاحنا النهارده بنفكر حضراتكم ان في مشروعات موجوده، في مشروعات عملاقه بتتعمل. مصر في اتجاه اقتصادي واتجاه سياسي سليم، اتجاه امني واتجاه عسكري سليم. فالاقتصاد طبعا هو المؤثر الاكبر على اي دوله. فحاليا عندنا مشروع تنمية الثروة السمكية، مشروع مصري قومي عملاق. معنا على التليفون الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الداجني والثروة السمكية والحيوانية. دكتورة منى، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، وصباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. عايز أعرف من حضرتك، أنا قلت تفاصيل أو خلاصة تفاصيل المراحل الثلاثة، لكن عايز أعرف إحنا واقفين دلوقتي فين وأنجزنا قد إيه وإيه اللي منتظر في المرحلة اللي جاية. أنا عايز أقول إن حضرتك إحنا عندنا مشروعين قوميين كبار للإنتاج السمكي، ويمكن حضرتك، أنا ما سمعتش طبعا كل حديث حضرتك، لكن أنا هنوي بس على الأسماء. إحنا عندنا مشروع بركة غليون، تمام، وعندنا مشروع قناة السويس. طبعا بركة غليون تبع الخدمة الوطنية اللي هو حمدي مديني يرأسه، والحقيقة يعني المرحلة الأولى كانت مرحلة أكثر من رائعة، لأن كانت البنية التحتية لكل المشروع اللي هو في الآخر هيوصل ل 12 ألف فدان. المشروع مشروع متكامل. لما أجي أقول إن هو لما عمل الري، ترعى الري والصرف، دي برضو من الأساسيات في العمل، الكهرباء، عمل مصانع لإنتاج الأعلاف تغطي إنتاجه وكمان يخدم المنطقة اللي حواليه، مصانع تلج، تلج مجروش وتلج ألواح علشان الصيد الحر، وكمان المزارع سواء ليه أو للأماكن، لأن لو حضرتك عارفة بركة غليون بتقع في كفر الشيخ وحواليها مزارع استزراع سمكي وحواليها معظم الصيادين اللي هو في الصيد الحر في البحر، فبيخدم كل من الاستزراع وكل من الصيادين اللي بيصطادوا في البحر. عندهم كمان مراكز لدعم البحوث وكمان معامل للفحص للتأكد من صلاحية الإنتاج. عندهم قاعة أو صالة لعملية تجهيز الأسماك، عندهم مصانع للتغليف وعندهم مصانع للفوم، وكمان المصنع الأعلاف مش متخصص في جهة واحدة، لكن المصنع مصنع في ثلاثة أجزاء للإنتاجية. تمام. جزء بينتج أعلاف خاصة بالجمبري، جزء بينتج أعلاف خاصة بالأسماك البحرية، وبعدين الاسماك المياه العذبه اللي هي زي البوري والبلطي وخلافه. تمام. لما نيجي نقول المشروع ده في اهميته في ايه؟ في اهميته في وجوده في هذه المنطقه، ان بيحقق فرص عمل للمنطقه اللي هي الاكثر فقرا. طبعا. في منطقه لو حضرتك عارفه دي كانت منطقه اللي كان بيحصل فيها الهجره غير الشرعيه، وبالتالي تحقيق الفرص عمل. يعني انا دايما اقول مش بس المشروع بنتكلم على أمن غذائي، وطبعا الأمن الغذائي مهم جدا، لكن بقول الأمن الغذائي لو عندنا كل الأطعمة موجودة وكل أنواع الطعام وكل أنواع الغذاء، لكن ما فيش قدرة شرائية وما عندكش دخل، أنت مش هتقدر تشتري حتى لو ببلاش. فتحقيق فرص العمل كمان، دي كمان حاجة مهمة جدا، وهو ده اللي عمله هذا المشروع. المشروع مرحلته الأولى خلصت، هو داخلين دلوقتي في المرحلة الثانية، والمفروض ان هذا المشروع ان شاء الله لما ينتهي العمل منه هيغطي 25% من الفجوة اللي احنا بنستوردها. انا عايز اقول لحضرتك احنا بننتج حوالي 1,600,000 طن، 75% منهم من الاستزراع السمكي. الفجوة الاستيرادية اللي احنا بنستوردها حوالي 18% من احتياجاتنا، هيغطي 25%،
ودي انا بعتبره نقله نوعيه. امتى يا وعايزه اقول فندم؟ كمان حاجه، 25% امتى ان شاء الله؟ بنهايه المشروع اللي هو 2018 ينتهي المرحله اللي جايه الثانيه، وده هيغطي الفجوه. لحد ويمكن دلوقتي كم فرصة حضرتك عمل تقريبا يا فندم قبل ما نعدي الحتة دي؟ في حوالي دلوقتي 500 فرصه عمل في المرحله الاولى، وطبعا هم لما يجي المرحله الثانيه هيزودوا العماله طبقا للاحتياج. لكن ميزه المشروع عايزه اقول ان ميزه مهمه جدا، ان اتفضل. هو مشروع متكامل، هو نموذجي. يعني النهارده احنا فاتحين الاستثمار في قطاع الثروه السمكيه، النهارده اللي عايز يدخل في استثمارات هيلاقي النموذج الحي، لان المكان الحقيقه مكان متميز، لان فيه كمان مياه مالحه وفيه مياه عذبه، فبيقدر يعمل استزراع للانواع عاليه القيمه زي الجمبري والسيباس والحاجات اللي هي الغاليه، تمام. وبيقدروا لان فيه كمان مصدر للمياه العذبه، فبيقدروا يزرعوا اسماك بولتي وبوري واللي هي الاسماك الشعبيه، وهي دي الميزه الكبيره في هذا المشروع زي ما تمام. حضرتك يعني بتعلني. فانا بقول ان المشروع مشروع رائد ومشروع متكامل، وفيه كل الميزات اللي ممكن نتكلم فيها عن الاستزراع السمكي في مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الداجني والثروة السمكية والحيوانية. مشروع تنمية الثروة السمكية في مصر مشروع عملاق، هيفتح فرص عمل كتير وهيعمل وفرة في الاقتصاد وهيأثر تأثير إيجابي جدا في الاقتصاد إن شاء الله بصدد الانتهاء منه في 2018 نهاية 2018. دي كانت معانا في عداد مصر. أروح مع حضراتكم سريعا.